السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المتابعين أينما كنتم، تحية طيبة للجميع. لاحظتم في بداية المقطع اللي هو كان نبذة مختصرة عن بعض البلدان التي أدخلت التكنولوجيا في التعليم. طبعا اختاريت لكل دولة دراسة، وهذه الدراسات يعني منشورة في أفضل دور النشر العالمية في المجلات العالمية اللي هي تقع ضمن الربع الأول، أي بمعامل تأثير أو يسمونه impact factor جدا عالي. على العموم الدراسة الأولى اللي هي في ماليزيا، طبعا دراسة الباحثين عمار ويوسف اللي هي منشورة في عام 2014 اللي هي حول مستوى مهارات المعلمين لتكنولوجيا لاستخدامهم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس وتأثيرها علماً على التعليم والتعلم. طبعاً بالمناسبة وزارة التربية الماليزية صرفت مبالغ جداً كبيرة على مسألة إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس، سواء كان المدارس الابتدائية والثانية وكذلك في الجامعات. طبعا الغرض من هذه الدراسات اللي أنا نشرتها وشفتوها ببداية الفيديو هي أنه هاي الدول عندما أدخلت التكنولوجيا في التعليم، سواء كانت في التعليم الابتدائي الثانوي أو قلنا الجامعي، يعني أول مرة حددت بعض المعوقات اللي تواجه إدخال التكنولوجيا، سواء كانت المعوقات اللي تواجه المعلمين أو المتعلمين الطلبة. وبالمقابل أيضا قدمت كورسات تدريب اللي هي شلون قدرت تعالج هذه المعوقات، سواء كانت المعوقات المادية اللي هي من خلال انفاق بيعني تهيئة البنى التحتية الرقمية أو التقنية في المدارس وفي الجامعات، وكذلك التغلب على المعوقات قلنا البشرية اللي هي ترتبط بالمعلم نفسه، اللي هي مثلا ضعف عدم قدرته على استخدام الحاسوب اللي هي مهارات استخدام الحاسوب، أيضا افتقارهم إلى المعرفة الكافية والمهارة العالية في استخدام وسائط الحاسوب، استخدام الانترنت، البحث عن المصادر عبر الانترنت، وكذلك إمكانية تقديم دروس اللي هو يسمونها البرزنتيشن اللي هي تقديم دروس عبر الانترنت اللي هي على شكل بمحاضرات عبر الباوربوينت، الوورد، ممكن تكون الفيديوهات والى اخره. هذه الدراسة اللي حب يطلع على هذه الدراسة وتفاصيل الدراسة منشورة في دار النشر السفير العالمية. الدراسة الثانية اللي هي كانت حول بريطانيا، طبعا هذه الدراسة منشورة في عام 2004 اللي هي عنوانها اللي هو حول تمكين المعلمين للاستعمال الناجح أو نقدر نسميه الاستعمال الصحيح لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أيضا منشورة في وكالة الاتصالات التعليمية والتكنولوجيا البريطانية في هذه الدار النشر وفي هذه المجلة. هذه أيضا تناولت أو وجدت يعني بعض الدراسات وجدت في بريطانيا أن هناك بعض المعلمين والمدرسين ما يستخدمون استخدام صحيح لأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو بشكل غير فعال، فبالتالي حددت هاي المعوقات وأيضا قدمت حلول ممكنة اللي هي من ضمن هاي الحلول الممكنة اللي هو التدريب المكثف والمستمر المن للكوادر من أجل تحسين استخدامهم للتكنولوجيا في التعليم. طبعا بريطانيا، ماليزيا، أمريكا، ننتقل إلى تركيا أيضا، كلها واجهت مشاكل، كلها واجهت معوقات. بالتالي بمرور الوقت يعني بمرور 5 سنوات أو 10 سنوات، طبعا مثل أمريكا من 1995 نشوف كانت هناك تقييم للمدارس من خلال مكتب التقييم التكنولوجي Office of Technology Assessment اللي هو تابع للكونغرس الأمريكي، يقيم المدارس لاستخدامهم للتكنولوجيا. عموما نرجع إلى تركيا، دراسة هذا البحث اللي هي منشورة في عام 2013 حول الإمكانيات والمعوقات لاستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدارس الابتدائية، وين
في تركيا. طبعا هذه دراسة مقارنة من تقارن بين 2005 لحد 2011، بها تفاصيل أيضا أخرى هذه في تركيا تقدرون إذا تحبون تطلعون عليها. من ضمن هذه التفاصيل اللي هي أجريت هذه الدراسة حول 52 مدرسة ب 1372 مدرس ومدرسة في 39 محافظة، حددت بعض المشاكل بعض المعوقات وأيضا قدمت إلها حلول. هذه في تركيا. الدراسة الثالثة اللي في أمريكا اللي قلت لكم اللي هو مكتب تقييم التكنولوجيا اللي هو وين للكونغرس الأمريكي، هذه الدراسة أيضا وجدت أنه في أغلب المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية أنه المدرسين والمعلمين ما يستخدمون التكنولوجيا بشكل صحيح أو معتادين على طرائق التدريس الاعتيادية اللي هي صبورة منهج وصف وإلى آخره. عموما هذه بالنسبة لأمريكا اللي هي أيضا بالمقابل صرفت مبالغ طائلة من أجل استعمال التكنولوجيا في جميع المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية. لاحظوا ننتقل إلى إسبانيا، أيضا دراسة اللي هو البحث فالنتاين وآخرين عام 2013 اللي هو في هذه الدراسة اللي حول استراتيجيات التعلم والدافعية في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين من بين طلاب الجامعة، أيضا بها تفاصيل. فبعض الجامعات كانت ملزمة بإدخال أنواع مختلفة من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم الجامعي. ليش؟ لجعل طريقة التعليم طرائق التدريس أكثر فاعلية ودافعية وين للمتعلم. هذه كلها من أجل أنه الاستخدام الجيد والفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هاي بالنسبة أيضا دراسة الأخيرة في إسبانيا. تلاحظون أنه كل هذه الدول عندما جاءت يعني في نهاية التسعينات وبداية الألفينات عندما أدخلت التكنولوجيا في التعليم واجهت مشاكل مادية أو نسميها معوقات مادية ومعوقات بشرية في إدخال التكنولوجيا في التعليم. فبالتالي حددت بعض الدراسات اللي هي تحدد شنو هاي المعوقات حتى ممكن نعالجها. فحبيت أن في هذا الفيديو أن أنوه إلى فد نقطة جدا مهمة. إحنا نشوف كثير من عندنا يعني في وزارة التربية أو في غير وزارة التربية أنه يقولون التعليم الإلكتروني فاشل أو استخدام التكنولوجيا فاشل وما بي أي فائدة. لا، هي المشكلة أنه أكون هناك معوقات، مثل ما هذه الدول واجهت هذه المعوقات وقدرت تتغلب عليها وعالجتها والآن تستخدم بشكل ممتاز. يعني الآن أمريكا وبريطانيا وإسبانيا تركيا ماليزيا الآن عندهم استخدام جدا واسع للتعليم عن بعد، تعليم إلكتروني، تكنولوجيا التعليم، يعني التكنولوجيا مستخدمة في كل مرافق في كل مؤسسات في كل المؤسسات التعليمية، فبالتالي قدرت توصل. فالعراق أيضا يعني هذه النقطة أيضا أوجهها إلى وزارة التربية ووزارة التعليم العالي أن تتخذ إجراءات اللي هي أولا إجراء دراسات مسحية ميدانية ولأخذ رأي يعني وجهة نظر الطلبة الكوادر التربوية أو التعليمية في وزارة التربية ووزارة التعليم حول هذه المشاكل اللي تواجهها حتى ممكن أنه نقدم لها حلول ونعالجها. طبعا يحتاج وقت، يعني لمرور 5 سنوات أو ربما 10 سنوات نقدر نتغلب